السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. أنا بس حابب النهاردة أتكلم عن موضوع بسيط جدا، لأن في ناس سألتنا كتير بالنسبة لموضوع المنح والسفر وموضوع كورونا، وهل هيتم إلغاء المنح، ومثلا هل ينفع السفر أم لا. أنا بس حابب أوضح نقطة بسيطة، أنا مش هتكلم عن موضوع كورونا وإيه النظام لأن دي حاجة معروفة يعني، بس أنا هتكلم عليها من منظور المنح والفرص. حضرتك دلوقتي يعني بالعقل، لو مثلا انت المنحه هتخلص بكره، تمام، انت قدمت المنحه والمنحه دي ميعادها هينتهي بكره، فبالتالي حضرتك مش هتسافر اليوم اللي بعده على طول، انت اكيد المنحه يعني هتديك وقت قبل ما اعلان النتيجه، مثلا هتاخد شهرين اعلان النتيجه مثلا المقبولين في المنحه، هتاخد شهرين كمان عقبال مثلا ما تنظم نفسك وتجهز نفسك للسفر. بالإضافة كمان لمعظم المنح والفرص بيتم السفر ليه عادة في شهر سبتمبر اللي هو شهر 9، فبالتالي من دلوقتي لحد شهر 9 في يعني وقت كافي جدا، ممكن إن شاء الله يتم إيجاد علاج للمرض ده فيه. وبعدين الموضوع موضوع عالمي، تمام، وخاص لكل يعني بشكل عام لكل الدول، فبالتالي إن شاء الله أكيد هيلاقوا علاج للموضوع ده. فحضرتك مثلا لو قلت أنا مش هقدم لي المنح أو الفرص دلوقتي بسبب موضوع كورونا أو كده، فأنت كده ممكن تضيع على نفسك فرصة، إن هو ربما فيما بعد في الوقت اللي أنت هتبدأ فيه خلاص تكون كل شيء انتهى وكورونا دي راحت وكل شيء بقى تمام. فبالتالي بص للموضوع، ما تبصش من النظرة الضيقة، بص الموضوع بشكل أوسع، إن أنا لسه قدامي فرصة كبيرة من شهر دلوقتي شهر 3 مثلا لشهر 9، فأنا قدامي مثلا 6 شهور كافية جدا إن شاء الله هيلاقوا حل للموضوع. فما تنشفش دماغك إن خلاص يعني كورونا منتشرة دلوقتي ومعظم الدول قفلت السفر ليها فخلاص يعني السفر اتمنع، لا، يعني هي معظم الدول قفلت السفر بشكل مؤقت، مش معنى كده ان خلاص كل دولة قفلت على نفسها ومش هيتم السفر ولا هيتم التنقل ولا في اي دولة هتستقبل طلاب، لا، الدول هتستقبل طلاب والدراسة هتمشي عادي، ولكن دي فترة مؤقتة فقط عقبال ما يلاقوا حل للموضوع. فحضرتك بس فكر الموضوع، ما تفكرلوش بنظرة ضيقة، فكره بنظرة اوسع شوية، وانت اي منحة او اي فرصة دلوقتي مش مطالبين منك ان انت تسافر بعدها اليوم التالي، يعني انت قدمت النهاردة مثلا وموعد المنحة انتهى واعلنوا المقبولين، انت مش هتسافر بعدها، انت هتاخد فترة كبيرة عقبال ما تجهز نفسك والسفر وما الى ذلك، تمام. فارجو من الناس انها يعني تفكر في الموضوع ده بشكل جدي شوية، وما تاخدش الموضوع على انه ايه خلاص يعني الدنيا قفلت بقى وما فيش سفر ولا منح ولا الكلام ده كله، لا، ما تبصلهاش من النظرة دي، وان شاء الله اتمنى يكون خير للجميع. وان شاء الله باذن الله النهارده هيكون في فرصة ممتازة جدا، هتكون فرصة تطوع في السويد لمدة سنة، هتكون فيها مميزات كتير جدا زي تذاكر الطيران، زي مرتب شهري، زي هيكون في السكن مجانا، وسائل النقل كمان بالمجان، يعني فرصة ممتازة جدا ومتاحة لجميع الفئات. فإن شاء الله بإذن الله الفرصة دي تعجبكم النهاردة، وأتمنى يكون الفيديو مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.